اختيار هذا الكتاب طبعا جاء في السياق ديالو، اولا لانه هذا الكتاب صدر حديثا في يناير 2022، ثانيا لانه موضوع الكتاب يهمنا كثيرا بما انه يتكلم عن حقوق الانسان والبرلمان، مرجعيات وممارسات، وفيه جوانب متميزه فيما يتعلق بترصيد واستجماع كل معايير واليات الدوليه لحقوق الانسان المرتبطه بعمل البرلمانات والاداء ديالها، الى جانب ايضا المرجعيه الاطار المتعلقه بالعمل البرلماني والاهميه ديالها وفي مختلف القضايا وبمختلف الاليات ايضا. ثم انه انشغالات القضايا التي طرحها الكتاب تتعلق ايضا في جزء منها بقضايا حقوق النساء، ونحن يهمنا هذا الجانب خصوصا وانه احنا حركه نسائيه فيدراليه رابطه حقوق النساء، نترافع ونعول كثيرا على العمل البرلماني من اجل اقرار حقوق النساء، نتعامل مع البرلمانيات كاشخاص وكمناضلات وكنسائيات، نتعامل مع البرلمان كاليه مع لجنه الخاصه بالمساواه والمناصفه، وايضا في الاتصالات نتعاون من اجل الاسئله للحد من انتهاكات حقوق المرأة ايضا واستباقها في بعض الحالات، وايضا فيما يتعلق بالتقارير وبالجلسات العمومية المتعلقة بقضايا حقوق المرأة. ونحن نجد في هذا الكتاب انه مرجع اساسي لانه الاستاذ الحنوشي الباحث اشتغل كثيرا في البرلمان وايضا في مؤسسات وطنية، وله تجربة فيما يتعلق بتجميع المعطيات بتحليلها وتفكيكها لتصبح مادة دسمة في يد القارئ والقارئة من أجل استعمال ومن أجل استغلال لفائدة خدمة قضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة.